السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا القناة في فيديو جديد. وعندنا النهاردة فيديو اسألني. طب يا جماعة، على طول نخش في الفيديو، مش هقعد كتير. أنا عندنا هنا على طول أول سؤال من داركو بيقول لي: سؤالي، ما هي أفضل لعبة لك؟ أفضل لعبة لي هي إمبراطورية العالم 2027 بالنسبة للتليفون، للبي سي يعني. أنا الصراحة ما جربتش ألعاب كتير يعني عشان أحكم على لعبة معينة. طيب نخش في السؤال اللي بعده على طول. عبود أوتاكو بعت لي 4 أسئلة. ماشي، ليش ما تعمل سيرفر متابعين في ماينكرافت؟ ماينكرافت انتوا كلكم عارفين ان انا لسه بادئ فيها، فصعب جدا ان انا اعمل سيرفر متابعين. يعني لسه في حاجات عايز اتعلمها، بس ان شاء الله خلال مثلا اسبوعين كده مثلا او حاجه ممكن ان شاء الله اعمل سيرفر للمتابعين. طيب رقم 2، ليش ما تنزل شروحات للالعاب؟ انا نزلت شروحات للالعاب، انا منزل حوالي 16 او 15 فيديو شرح بس لعبه عصر الحداثه وكل اللي فيها، وعصر الحضارات نزلت برضو ازاي تعمل سيناريو، وبرضو تقريبا كنت نزلت شرح عنها كده صغير، وبرضو سوكر مانجر كنت نزلت عنها شرح. بس يعني برضو اي لعبه انتوا تعوزوا ان انا انزل عنها شرح مفيش اي مشكله، اكتبوا لي في الكومنتات وانا انزل عنها شرح. ورقم 3 بيقول لي: كم تتوقع توصل المشتركين؟ صراحه يعني هي دي حاجه يعني ما اقدرش اقولها توقع، بس توقع يعني كتوقع كده ممكن مثلا ان شاء الله خلال شهرين مثلا ممكن نكون قفلنا ال2000. اتمنى كده يعني انا الحمد لله اخر اسبوع ده زدت 30 مشترك يعني، ويمكن اكتر كمان 40 تقريبا، 40، لان دلوقتي انا 1110 ومن اسبوع كنت 1070. فانا الصراحه شايف ان الرقم ده حلو جدا، 40 في اسبوع عمري ما عملتها في حياتي. ممكن اكون عملتها مره ولا حاجه بس يعني بتحصلش كتير، بس الحمد لله انا الفتره دي المشتركين الحمد لله في الزياده، ودي حاجه كويسه يعني. مش زي ما كنت مثلا بوصل 1000 وانزل 999 تاني، لا الحمد لله الحركه دي بطلت يعني، مبقتش انقص دلوقتي. ونشوف السؤال الرابع بيقول لي: ليش ما تنزل سوكر مانجر 2020؟ طيب انا قلت ان انا عايز انوع في القناه. سوكر مانجر طبعا لعبه رياضه في الكوره يعني، تمام. انا نزلت فوتبول مانجر، سوكر مانجر يعني شبه فوتبول مانجر جدا، وانا نزلت عن سوكر مانجر برده قبل كده بس ما جابتش دعم كويس قوي. انت لو دخلت دلوقتي وشفت فوتبول مانجر هتلاقي ان الحمد لله الفيديو عدى 15 لايك، ودي حاجه ما توقعتهاش خالص. فانا بس يعني مستني ان الناس تحب يعني الرياضه الاول، او يعني المحتوى بتاع العاب الرياضه والكوره وكده يعني، وخلص سلسله فوتبول مانجر وبعد كده نخش في سوكر مانجر. طيب اخر حاجه بيقول لي: اخوك من العراق، احلى تحيه لاهل العراق. وزياد جمال بيقول لي: اللعبه الجديده من الامبراطوريه العالميه هتكون ازاي في الجيم بلاي؟ يعني هتكون نفس الامبراطوريه العالميه ولا لا؟ طيب بص يا زياد، يعني هي هتكون شبهها بس طبعا فيها اونلاين سيرفر. انا مش هم بيقولوا سيرفر واحد متكون من 100,000 قائد، هو ده بس اللي هيعملوه في التحديثات الجديده. المفروض ان هم يضيفوا اكتر من سيرفر، هو ده بس حاجه مبدئيه، واحتمال تكون في البيتا بس، وبعد كده في النسخه الاصليه يعملوا اكتر من 100,000 واحد. وبرده الحاجه الجديده اللي اضافت غير ان هي اونلاين، ان انت في موارد، الموارد دي وفي موارد وفي غذاء. الغذاء طبعا الشعب بيحتاجه والجنود وكده، وحاجات اضافت في التكنولوجيا جديده، والموارد تقدر تعمل بيها مصانع، والمصانع بتعمل لك برضو موارد يعني، حاجات كده برضو زي عصر الحداثه شويه. وغير كده ان البيوت ليها مساحه، يعني انت مثلا مساحه دولتك 24 كيلو متر مثلا، البيت هيستهلك كيلو متر مربع، فهيبقى مساحه دولتك دلوقتي 23 كيلو متر، هي هتفضل 24 بس المتاح هيكون 23. المصنع مثلا بيستهلك مثلا 2 كيلو متر مربع، فهيتخصم 2 كيلو متر مربع مساحه الدوله، وهيبقى المتاح مثلا بس 22 او 21 كيلو متر مربع، يعني على حسب المصانع او الحاجات اللي انت تعملها وعلى حسب مساحه دولتك. وعندنا هنا سؤال من ابرا جيمر بيقول لي: كيف وصلت ل 1000 مشترك في سنه واحده؟ وهل تفكر تدعم القناه الصغير؟ انا وصلت ل 1000 مشترك في سنه واحده، دي الصراحه يعني انا ما كنتش اتوقعها خالص. انا فضلت شهرين بحالهم او اكتر كمان ما زدتش مشترك واحد يعني، فان انا وصلت 1000 مشترك دي الحمد لله يعني ما كنتش متوقعها فعلا. كنت قلت انا مثلا لسه قدامي ايه سنتين ثلاثه على ما اوصل 1000 مشترك، وبعد كده ايه الدنيا بقى هتفتح شويه وابتدي ازيد اكتر. بس يعني الحمد لله ان انا عرفت اعملها في اول سنه، ويمكن كمان احنا لسه ما كملناش السنه في القناه، فدي حاجه بالنسبه لي حلوه جدا. تقريبا اول فيديو نزلته من 11 شهر بس، فدي يعني صراحه حاجه يعني انا فرحان بيها جدا.
وكمان بيقول لي هل تفكر تدعم القنوات الصغيرة؟ انا دعمت قنوات صغيرة قبل كده ولسه ان شاء الله هندعم تاني. انت سيب لي بس رابط القناة بتاعتك في الكومنتات وان شاء الله يعني واحد واحد كده هندعمهم كل فترة، يعني مش ورا بعض على طول، تمام. وعندنا هنا سؤال من مجهول، او مش سؤال واحد، اربع اسئلة. طيب ايش اسمك؟ اسمي عمرو يا جدعان، اسمي عمرو وبالواو مش بال مش يعني مش اخر حرف الري، عين ميم ري ده عمر، عين ميم ري واو ده عمر. انت اكتب كده يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه بالواو مش بالري، لو دخلت تشوفها هتلاقيها بالواو مش يعني اخر حرف واو في اسمه مش ري، تمام. وكم عمرك؟ 14 سنة، يعني انا عديتها من بدري من 3 شهور، تمام. انت صوتك متغير او صاحب القناة متغير؟ لا انا صوتي متغير. وش هدفك في القناة؟ طبعا هدفي ان انا يعني عايز اني احسن المحتوى، وعايز اني اضيف العاب كتيرة للبي سي، يعني منها طبعا هيرتز اوف ايرون، وبرضو كل يعني كل النسخ او كل الاجزاء بتاعت مينو فور، وفي العاب كتيره جدا كول اوف ديوتي وورزون وببجي طبعا اللي هتكون اللي على البي سي، وكل الحاجات دي انا عايز اني اضيفها على المحتوى بتاعي، بس لسه بدري شويه يا جدعان. يعني مثلا ان شاء الله كده مثلا نص سنه او سنه كده، يعني عارف ان هي كتير شويه بس احاول ان تكون بدري على قد ما اقدر. وبرضو من اهدافي ان يعني ان انا اكون يعني المشترك اللي مشترك عندي ده يكون مشترك عشان بيحبني، مش مشترك مثلا عشان مفيش غيري بينزل اللعبة دي، لا يعني انا يعني حابب ان يكون المشتركين اللي عندي بيحبوني، يعني بيتفرجوا عليا عشان بيحبوني، يعني مثلا حتى لو لعبة هو ما يعرفهاش هو داخل يتفرج علشاني انا مش علشان اللعبة مثلا، تمام. هو برضو دي يعني احد اهدافي، اهم عندي من زيادة في المشتركين. يعني لو عندي 1000 وبيحبوني احسن ما يبقى عندي 1,500,000 بيكرهوني، انا حابب ان كله يكون بيحبني، تمام. نخش على ايهام بيقول لي انت من وين؟ انا من مصر. كم عمرك؟ 14. هل راح تعمل جيف اواي؟ صراحه مش عارف، يعني لسه بدري، ما اظنش دلوقتي، مش دلوقتي خالص. وعندنا السؤال اللي بعده من محمد الملك، بتستخدم هاكر في العابك؟ انا لا انا عارف انت تقصد هاكر على ايه، على سلسله مصر في عصر الحداثه. لا انت لو تابعت السلسله من الاول هتلاقي ان يعني انا كنت بادئ عادي بفلوس عاديه موارد عاديه، ومفيش عندي لا قاده ولا عندي اي اسلاح ولا، والجيش كان ضعيف جدا وكل حاجه، يعني دي حاجه عاديه جدا. انا اللي طورت الدوله، بس انت مثلا ممكن تكون دخلت من نص السلسله فاكر ان انا استخدمت هاكر ولا حاجه، بس لا انت متابع السلسله من الاول يعني هتلاقي ان انا مش بستخدم هاكر ولا حاجه. عندنا هنا كيفو بيقول لي العب فري فاير والتليفون اللي بتعمل بيه مونتاج ايه؟ انا هلعب ان شاء الله فري فاير، بس عايز اركز الفتره دي على ببجي شويه، والتليفون اللي بعمل بيه مونتاج انفينكس سمارت 3. طيب منوعات عربيه جايب لي هنا سؤال، يعني حاجه يعني رهيبه، حاجه توديني في داهيه، بس ما فيش مشكله. ما هو فريق كره القدم المفضل لديك محليا وعالميا؟ انا قلت محليا 3 مرات عشان دي اهم حاجة، ودي اكتر حاجة هتنقصني مشتركين بعد الفيديو ده. انا بقول لكم الفريق العالمي اللي بشجعه ليفربول، ولو محمد صلاح مش موجود هشجع ريال مدريد. انا كنت بشجع ريال مدريد من قبل، يعني من قبل محمد صلاح ما يروح ليفربول. محمد صلاح لما راح ليفربول انا شجعت ليفربول، محمد صلاح لما كان في روما انا ما كنتش بشجع روما، بس هو ليفربول يعني لعبها عجبني وكده بس مش اكتر. بالنسبه للفريق المحلي يا جدعان انا زملكاوي، ما تنزلش تعلق في الكومنتات على النقطه دي خالص، يعني اعمل سكيب كده 10 ثواني وروح للسؤال اللي بعده على طول، تمام. هتنزل تتريق برضو يعني هنظبطك تحت، تلاقي كام زملكاوي كده في القناه برضو كويسين يعني ان شاء الله يظبطوك، تمام. مرتضى التميمي، شنو شعورك من تشوف اللي تحت يسألون ايش اسمك وانت مسمي القناة باسم؟ يعني هو طبعا شعور بارد جدا، لو حد عارف اسمي وبيسألني ايش اسمك عشان انا غيرت اسم القناة، لا انت كده بتستعبط. يعني لو انت من قبل 900 مشترك تقريبا وبتسألني ايش اسمك، لا انت كده بتستعبط. ليه بقى؟ لان انا مغير اسم القناة تقريبا بعد 900 او بعد 850، يعني مش من فترة طويلة قوي، مغيره من قريب. هو انا اسم القناة كان اسمها عمرو عماد، غيرتها عموري جيمر، اساس يعني ان يعني يكون في اسم مميز شوية.
وبس. يعني انت فعلا لو بتسألني ايش اسمك وانت عارف اسمي، لا انت كده بارد جدا يعني. منوعات عربية كده واسطة، منوعات عربية كومنتين كده واسطة. طيب ما هو الهدف اللي بدك توصله في اليوتيوب؟ والله يعني انا قلت يعني ان انا عايز اضيف يعني محتوى البي سي وكده، العاب البي سي الاستراتيجية، وحتى برضو العاب يعني متنوعة مش لازم بس الاستراتيجية وكل الحاجات دي يعني. وبرضو زي ما قلت لكم المشتركين يعني من اهدافي ان هم يكونوا بيحبوني، وكمان اتمنى احسن من المحتوى بتاعي، علشان يعني انا في حاجة بتواجهني مضايقاني شوية. ايه هي؟ ان انا لما بخش اشوف الفيديوهات بتاعتي، المشاهدين اللي يعني اللي مشتركين في القناة بيشوفوا الفيديوهات قد ايه، فلما بشوف فيديو بيقول لي نسبة المشاهدات من المشتركين 40% او 45% وغير المشتركين 55%، هي دي حاجة مضايقاني طبعا يعني. يعني ان اللي بيشوفوني اكتر برا القناة، بس برضو مش مضايقاني اوي على اساس ان القناة بتظهر لناس اكتر، فدي حاجة حلوة يعني، ان هي بتساعد يعني في ظهور القناة، مش حاجة وحشة. بس برضو يعني ليه انت مشترك في القناة وما تشوفش الفيديو؟ يعني الفيديو مثلا، فيديو عندنا زي مثلا الفيديو الاخير بتاع وورلد كونكر تقريبا وصل لخمسين لايك، وحابب اشكركم جدا جدا يعني. وانت ليه بقى ما تخش تشوف فيديو زي ده؟ ليه يبقى نسبة الناس اللي من المشتركين في القناة 40% بس؟ هو الصراحة دي انا حاجة مضايقاني شوية، بس برضو زي ما بقول لكم كده، هي الحلو فيها بس ان الفيديو بيظهر لناس اكتر يعني، بس دي الحاجة الحلوة يعني اللي فيها. ميمو جيمز بيقول لي عندك كام سنة؟ عندي 14. تكنولوجي جيمز بيقول لي ازاي بتلعب بكذا دولة في عصر الحداثة؟ طيب انا بلعب بكذا دولة ببرامج نسخ التطبيقات، وهتلاقوا دلوقتي طلع لكم البرامج اللي انا بستخدمها، هتخش تبحث عنها في جوجل بلاي وهتلاقيها كلها ان شاء الله. شادي بيقول لي انت ساكن فين في مصر؟ في القاهرة. وعندنا هنا علي هادي بيقول لي افضل خمس العاب لك. افضل خمس العاب ليا بالترتيب عصر، لا مش عصر خالص، لا عصر ولا مغرب. افضل خمس العاب لي بالترتيب هي امبراطورية العالم، بعد كده وورلد كونكر، بعد كده عصر الحداثة، بعد كده فوتبول مانجر، بعد كده عصر الحضارات. تمام، دول افضل خمس العاب لي بالترتيب. جوري بتقول لي كم عمرك؟ 14 سنة. وباي صف؟ انا بالصف الثالث الاعدادي، بس دي بقى مش عارف يعني بالنسبه للبلد كل واحد دي ايه، بس انا هقول لكم المرحله الابتدائيه او الاول رياض اطفال بتبقى سنتين، وممكن ان انت تخش سنه واحده. انا دخلت سنه واحده تمام، وبعد كده المرحله الابتدائيه 6 سنين، دي برضو انا خلاص خلصتها، والاعداديه 3 سنين، والثانويه 3 سنين، وبقى يعني المرحله الجامعيه او مش عارف تسموها ايه عندكم، احنا بنقول الجامعه ولا الكليه وخلاص تمام، طالب جامعي يعني. دي بتبقى على حسب التخصص بتاعك، يعني انت مثلا داخل طب تقريبا بتقعد 6 سنين، او هندسة تقريبا 5 سنين مثلا، في حاجات 3 سنين، كل حاجة على حسب يعني انت داخل ايه، بتخد تقعد على حسبها عدد سنين معين على حسب ما تتأهل وكده تمام. فانا مش عارف بقى، انا كده يعتبر بقالي ثانية كده حوالي 10 سنين او 11 سنة في المدرسة، فانتوا احسبوه عندكم واكتبوا لي في الكومنتات انا لو عندكم هبقى في الصف الكام. انا دلوقتي رايح الصف الثالث الاعدادي، يعني اخر سنه في المرحله الاعداديه، فادعوا لي يعني ان شاء الله، لان دي طبعا اصعب مرحله في المرحله الاعداديه، لانها على طول تودي لثانوي اللي هي بقى ايه، الطحن في مصر. طيب سانشيرو بيقول لي شنو اسمك؟ عمرو عماد. قلت لكم كم عمرك وين تعيش؟ اكتر دوله عربيه تحبها؟ وين اعيش في مصر؟ كم عمرك؟ قلت 14. القاهرة يعني مصر القاهرة تمام. وأكثر دولة عربية تحبها؟ يعني أنا بحب كل الدول العربية، أصل إحنا كلنا هدفنا واحد، هو كل أو مش هدفنا يعني واحد، ممكن يكون في مثلا دول أو مش دول، أشخاص معينة مش هدفها يعني مش فارقة معاها، بس أنا عن نفسي أنا شايف إن أغلب العرب هدفهم واحد، إن إحنا عايزين نكون يعني دولة واحدة متحدين، ودي طبعا عمرها يعني ما هتحصل لما يجي قائد قوي في اي دولة عربية تمام. وبالنسبة للهدف التاني بالنسبة للعرب اللي انا شايفه يعني العرب كلهم متفقين عليه، ان احنا يعني ان شاء الله العرب برضو لما يتحدوا يعني نطلع الكيان الصهيوني ده بره فلسطين، واتمنى ان ده يحصل، بس مش عارف بقى امتى يحصل، ان شاء الله قريب.
طيب ذا توينز بيقول لي ايش الجوال تستعمله؟ انفينكس سمارت 3. واسامه رونالدو بعت لي جريده اليوم السابع بيقول لي ليش ما تلعب لعبه قلوب من حديد 4. انا قلت هلعبها قلت هلعبها مفيش اي مشكله، بس ايه اجيب الاول البي سي. وطبعا بيوصف لي بقى يعني بيوصف لي يعني اللعب عامله ازاي وكل الحاجات دي. وانا الصراحه يعني انا الصراحه بدور على اي يوتيوبر بيلعبها، اني بصبر نفسي ان انا ملعبهاش بان اتفرج على فيديوهات ناس بتلعبها. تمام. هو برضو بيقول لي ان هو متضايق ليا من الجماليه احسن ناس. طيب بالنسبه افضل يوتيوبر لك او اكس، بيقول لي افضل يوتيوبر ليك اسماعيل زجد. يعني في يوتيوبر مصري اسمه اسماعيل، تمام. ده اكتر يوتيوبر بحبه. انا مشترك في قناته من فتره صغيره، يعني تقريبا شهر او 3 اسابيع يمكن اقل كمان، بس الصراحه انا بحبه جدا، يعني مضحك جدا متواضع والعابه حلوه جدا، وكمان الفيديوهات بتاعته يعني مفيش ثانيه مش هتضحك فيها. وبالنسبه يعني بره مصر، هو لو في الوطن العربي اسماعيل، وفي مصر اسماعيل، بره مصر سيد يا جدعان، سيد بتاع شبكه العاب العرب، ده انا بحبه جدا. تمام. برضو هنا سان شيرو بيقول لي شنو حلمك؟ قلنا حلمي، قلت حلمي انا في الاول. تمام. محمود بيقول لي اكتر لعبه تحبها؟ امبراطوريه العالم، قلتها قبل كده. كينج بقى يا جدعان بعت لي ايه؟ انا قلت لكم اسامه بعت لي الجريده بتاعت اليوم السابع، بيبقى في نشره صغيره كده على جنب من جناب الجريده، هو بقى كينج بعتها لي. طيب بيقول لي شنو اسمك؟ كم عمرك؟ جاوبناه. شنو نوع جهازك؟ جاوبناه. المرحله الدراسيه؟ جاوبناه. هدفك بالقناه؟ جاوبناه. ليش ما تلعب ببجي؟ انا بلعب ببجي. لا انا بلعب ببجي، ولسه لو انتوا اتفرجت على الفيديو من اوله هتلاقي ان انا قلت يعني انا بحاول اركز على ببجي الفتره دي، وبعد كده هنبقى نخش على فري فاير بس لما ايه يعني نزيد في المشتركين شويه. وانا لسه منزل فيديو عن ببجي تقريبا من اسبوع او حاجه، وان شاء الله هنزل تاني، بس انا بيبقى اهدافي يعني ان انزل فيديو حلو، يعني عايز على قد ما اقدر انزل فيديو حلو، يعني مثلا ايه فيديو اكسب فيه ويكون فيه شويه ضحك كده، ودي حاجه صعبه ان انا اعملها. انا الفيديو اللي انا نزلته الحمد لله كسبت فيه، وكان فيه شويه ضحك صغيرين كده رغم ان انا جبت كيلات قليله، حتى لو مش هيبقى فيه ضحك بس عايز اجيب كيلات كتيره. يعني انا في فيديو كنت ناوي اسجله سولو سكواد وجبت فيه 9 كيلات وطلعت التاني، واحد بس هو اللي قتلني، يعني هو كان باقي انا وواحد وهو قتلني كده مكمبر وخلاص خسرت، ما عرفتش انزل الجيم رغم ان والله كنت متالق جدا في الجيم، عمال ابوش على تيمات واعمل حاجات، بس ان شاء الله تتعوض، وان شاء الله يعني في اقرب وقت هنزل فيديو تاني، وان شاء الله يكون سولو سكواد او مع سكواد عشوائي او اي حاجه، يعني ننزل فيديو ببجي عموما، وان شاء الله بس يكون فيديو حلو. طيب بيقول لي وين عايش محافظه؟ قلتها برضو القاهره في مصر. تمام. تحياتي لك من العراق، احلى تحيه لاهل العراق. مدمن جيمز منين؟ من مصر. وانها ايه التطبيق بتستخدمه لتصوير الشاشه؟ انا بستخدم تطبيق دي ريكوردر. تمام. هو طبعا اتحذف من جوجل بلاي، بس انت لو دخلت على الموقع اللي هو 5 بلاي يو ار دوت، او مش فاكر اسمه صراحه، اللي انا كنت شرحت عنه يا جدعان، انا كنت شرحت عنه اللي هو تنزيل اي لعبه مجانا، اي لعبه مدفوعه مجانا، ده انا شرحت عنه، ده موجود عليه حتى التطبيقات يعني اللي اتحذفت من جوجل بلاي زي دي ريكوردر ومتهكر، وبرده في تطبيقات كتيره جدا متهكره، خشوا هتلاقوه ان شاء الله لو عايزه. يعني انت بتسجل صوتك عن طريق ميكروفون الموبايل ولا ميكروفون خارجي؟ انا بسجل عن طريق ميكروفون خارجي. من امتى وانت بتعمل فيديوهات؟ من 11 شهر تقريبا. واخر سؤال بيقول لي ايه نوع موبايلك؟ هو انفينكس سمارت 3، وانا قلتها قبل كده. طيب يا جماعه يكون الفيديو بتاعنا كده خلص النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك، متنساش اللايك، اشترك في القناه لو انت مش مشترك، فعل زر الجرس على الكل عشان يجيلك كل جديد. اتمنى يعني ان يكون الفيديو ايه ما خدش وقت كبير او يعني عدى الوقت بسرعه، وبس سلام.